السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر فديم وأنت بتتفرج على قناة بيم أريبيا. وفي سؤال بيتكرر كتير من ناحيتين، يعني في ناحية بتقول لي أنا دلوقتي عندي انترفيو في شركة كذا وعايز أعرف يختبروني في إيه، أنا رايح على أساس إن أنا أشتغل معماري بيم أو إنشاء بيم أو قارب هيكل بيم. وسؤال من الناحية الآخر، أنا طلب مني أنا أعمل امتحان للناس وأتأكد إن هما شغالين بيم كويس. طيب بداية عشان بس ايه ما نزعلش من بعض، مفيش حاجه اسمها بيم بس، لا لازم يكون عندك الجزء الاخر، يعني فاهم معماري كويس وبيم كويس، فاهم استراكشر كويس وبيم كويس، لان الموضوع مش مودرنج بس، لازم تكون فاهم الكونسبت نفسه والنظريات كويس ومذاكر الحاجات ديت. لان ناس كتير تقول لك انا قدام اشتغل بيم او اشتغل تكنيكال، لا البيم مش منفصل عن الحاجات بتاعت الكليه، مش منفصل عن كل الحاجات اللي انت عرفتها، كل الحاجات دي لازم هتستخدمها في الشغل بتاعك. طيب لو انت مطلوب منك امتحان، المفروض الشخص اللي بيجي لك بتبدا تساله واحده واحده، بتبدا سؤال بسيط، سؤال اصعب سنه اصعب سنه اصعب سنه، ما تبداش باسئله صعبه لانه ممكن يرتبك وممكن ما تقدرش تحدد مستوى كويس، فابدا بحاجه سهله وبعد كده غير الاسئله، اطلع بمستوى الاسئله شويه زي ما هنشوف امثله دلوقتي مع بعض. تمام؟ طيب لو انت رايح الامتحان خليك هادي، تمام، جاوب على الاسئله، لو في سؤال مش واضح قول له لو سمحت انا مش فاهم السؤال، اساله تاني وتالت ورابع. طيب تعال نشوف مثلا الورقه دي ممكن تستعين بيها على ان انت اسئله، وبرده ده نموذج للاسئله. تمام؟ دي بعض الاسئله، مفيش سؤالين بيناقشوا نفس الحاجه، لا لازم يبقى في اسئله متنوعه بحيث ان انا اقدر اشوف اللي قدامي دوت فاهم كل حاجة ولا لأ، ويبقى عندي درجة مثلا 0 1 2 3 4 5 وهكذا. تمام؟ طيب أنت تقدر تبدأ مشروع جديد وفاهم موضوع التمبليت وكده ولا لأ؟ تمام؟ لو قال لك أه أنا ممكن إيه تدردش معاهم، وأثناء الدردشة هتعرف الموضوع. ممكن الأسئلة ديت تخليك تغنيك إن أنت تديله، تقول له مثلا أعمل لي حاجة قدامي وبتاع. تمام؟ الا لو في حاجه بس مش قادر اشرحها بتعمل ازاي وكذا، خلاص طب خد مثلا جهاز الكمبيوتر اهوت وحاول تعمل الحاجه اللي انت عايز تعملها. ويعني في ناس بتعمل حاجه بايخه، يقول لك ايه خد ارسم الحاجه دي، ويديله حاجه تقعد 5 6 ساعات. تمام؟ يكون حاجه مطلوبه منه بدل ما يقعد واحد عليها يستغل الناس اللي جايه تعمل الانترفيو، لا اديله غرفه صغيره جدا تقدر من خلالها تحدد مستواه. تمام؟ طيب بتقول له مثلا الانوتيشن والجريد مثلا، طبعا حسب التخصص بتاعه، ده امثله. تمام؟ ما تشغلش نفسك، تحاول تعمل نفسك ورقه مماثله. مثلا لو انت بتتكلم في الاستراكشر، طب الاعمال بتعمل ازاي، طب بعد كده تدخل في الفاميلي، بعد كده تدخل في التحليل، طب ايه رايك مثلا في التفاصيل بتعمل ازاي. طبعا كل واحد بيغير الاسئله، كل واحد بيسال حسب ما هو عايز. ممكن تقول له طب ارسم الحاجه ديت وتديله حاجه وتشوفها هتاخد قد ايه، تكون مثلا حاجه بسيطه، غرفه، ما تدوش مستشفى يقعد فيها 3 4 ايام، لان بتحصل مع ناس يعني يديله حاجه ويلاقي نفسه قاعد اليوم كله يعمل حاجه ديت. تمام؟ طيب الانواع الفاميلي مثلا، ممكن يسالك سؤال فيه لخبطه شويه، مثلا انت بتعمل تعرف تعمل داونلود لفاميلي وول، طبعا الوول ده سيستم فاميلي ما بتعملهاش داونلود. تمام؟ ولازم الاسئله تكون منوعه، فيها حاجات تبع البيم وحاجات تبع الجزء اللي هو متخصص فيه، يعني معماري او انشاء او كهروميكانيكال. الايديت تايب مثلا انسيرت دايمنشن مثلا والتكست. طيب بعد كده بقى تساله هل هو اشتغل مثلا في مشروع مع فريق، طب ايه الفايده مثلا، طب الاوامر دي بتيجي من انهي قايمه، المشاريع اللي هو اشتغل فيها وهكذا، بحيث ان انت حسب ما انت عايز. ممكن تكون عايز ناس مش خبره وانت هتديهم خبره في مقابل مثلا مرتب بيبقى معقول، في مثلا لا انت محتاج ناس تكون شغاله في تيم لان عندك مشروع قائم ومش ينفع تعطل المشروع، محتاج حد بين مانجر، فطبعا هتساله في اسئله اصعب شويه، ممكن ندخل بقى في تفاصيل الاكواد وايه وازاي وفين والحاجات دي كلها. الفيسز طبعا ما فيهاش واحد اول سؤال سالوه الفيسز. تمام؟ لا يعني لان مش كل الناس اشتغلت عليها. طيب ممكن بقى كل شويه تديله مثلا رقم واحد
خمسة فيبدأ يعمل لك قائمة بالشكل دوت، اتنين وهكذا، بحيث انت تقيم الشخص دوت هل هو يصلح للحاجة اللي انت عايزها ولا لأ، اشتغل في الجروب ولا لأ. لو شكيت فيه يقول له طب معلش نعملها بس أسلوب لطيف شوية، ولو هو مش عارف السؤال اكسب في صعوبة وعرفه له، يعني اقول له طب دي بتعمل كذا 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 تمام، بعد ما يعني ايه ما تسأله كده. لو يعني خليك كويس مع الناس، وافتكر لما كنا لسه بنبتدي ونروح انترفيوهات وكده وكنا بنقف في مواقف والحمد لله كانت الناس كويسة وكانت الناس بتساعد يعني، فانت دورك دلوقتي تساعد الناس زي ما ناس كتيرة ساعدتك قبل كده، وحتى لو مكانش حد ساعدك ساعدهم لوجه الله يعني تمام. طيب السكوب بوكس مثلا بتسأله مثلا في البروفايل بتعمل ازاي، بتسأله مثلا في اللي هو مثلا معماري، بتسأله في الديتيلز والريندر والحاجات ديت. القصد ان انت بيبقى عندك مجموعة من الأسئلة، لو حسيت ان هو وصل للسؤال العاشر مثلا ومش عارف يجاوب اديله 11 مثلا، لو لقيته واقف خلاص خلاص تبقى عارف ان هو الأسئلة اللي جاية دي هتبقى فيها مشاكل يعني. ف كل الكلام ده انا بقوله مش اجباري، ده يعني ايه خلاصة الأسئلة او الانترفيوهات اللي الواحد عملها او اتعملت فيه تمام. طيب ممكن تسأله مثلا لو هو لقيته جامد بقى، طب الباك اب بتعمل ازاي، طب الجلوبال بارامتر، البوينت كلاود، ممكن تسأله أسئلة حاجات سبيشال بقى في مشروع معين وهكذا، لما تكون سألته الأسئلة العادية. وبعد كده تبدأ تشوف التقييم، اهم حاجه ان انت ما تكونش متحيز لحد، ان انت تكون محايد قدر الامكان، ما تخليش حبك كرهتك، لان انت الراجل تلعب بيشجع الاهلي وانت اهلاوي فتروح من تاخده، لا هي امانه ان انت بتجيب الشركه افضل شخص يعمل الشغلانه دي بغض النظر عن جنسه ولونه وديانته كل حاجه، لا مالكش دعوه بالحاجات دي خالص، انت بتقيم حسب الكفاءه.